نجيب حياة من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في الكويت واجهت إصابتها بمرض كورونا من خلال نقلها ليومياتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعل المتابعون مع نجيبة التي سلطت الضوء على حجم الرعاية الصحية التي تلقتها في الكويت وساهمت في التقليل من الخوف والهلع الذي أصاب الناس بسبب جهلهم لمراحل الحجر الصحي والحالة التي يصل إليها المريض بفيروس كورونا. If you want to hear about my experience under living under quarantine, please go to rood.com, Snapchat or Insta stories where maybe you can get a lot of useful information and also maybe you can laugh. Give you a glimpse into my life under corona. معنا من الكويت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت مصابة بفيروس كورونا أو يعني هلأ سنسألها إذا لا تزال لديها الفيروس. نجيبة حياة، صباح الخير وحمد لله على السلامة ونتمنى لك كل الصحة نجيبة. بالأساس أنت مصممة وهلأ مؤثرة بسبب نقل تجربتك للمتابعين، أخبرينا عن هذه التجربة بداية، طمئنينا عن صحتك، كيف اكتشفتي الفيروس، ما هي المراحل التي مررت بها وكل هذه التفاصيل. شكرا. كل هذا أنا صرت مؤثرة على إنستغرام بالغلط. نزلت فيديو ثالث يوم اللي كنت في المستشفى وانتشر كل الكويت، وكملت أتكلم عن هالموضوع لأن شفت إن عبر إنستغرام قدرت إني أثر على كثير من الناس اللي للأسف الشديد ما سمعوا للدكاترة ووزارات الصحة لما قالوا لهم يقعدون في البيت، وبأثري أنا الحمد لله ومشكورين قعدوا بالبيت. وصلوني آلاف المسجات قالوا لي إن عمرهم إن ما كانوا مقتنعين يقعدون في البيت قبل ما شافوني أنا، فيعني كان شيء جدا interesting يعني مؤثر. أنا اكتشفت إن فيني كورونا لأني كنت مسافرة، وقمت بالفترة اللي كنت مسافرة فيها سمعت كثير من الأخبار إن تقريبا نص من رؤساء العالم فيهم كورونا فيروس، فقلت مستحيل إن ما يكون منتشر في كل هالمطارات وكل هالأماكن اللي أنا سافرت فيها، مستحيل. فأنا كنت 100% مقتنعة إن فيني كورونا فيروس حتى لو ما كانت فيني أي نوع من الظواهر. يعني أنت ما كان عندك أعراض الكورونا ولكن عملت فحص وظهر عندك أنه في هنالك كورونا بهذا، يعني هذا ما أردت أن تشيري إليه. بالضبط. فأنا الأعراض بدأت 10 مارس تقريبا أسبوع بعد ما سافرت، بس حسيت بكحة خفيفة جدا جدا، يعني تقريبا نسيت عنها وما كانت تطلع إلا بالليل، ما كنت أكح إلا بالليل. وبعدين تحولت إلى يعني إحساس بإرهاق جسدي شديد لمدة يوم واحد فقط، وهذا عقب ما وصلت الكويت وعقب ما سألت الشرطة اللي كانوا بالمطار قاعدين ينسقون المسافرين، يعني قلت لهم إن أنا أبي أسوي المسحة، فلو سمحتوا إذا ممكن تودوني الكلينيك يعني مستوصف المطار، ووجهوني للمستوصف، رحت أخذت أوراقي واليوم اللي بعده سويت المسحة وطلعت بوزت. طيب نجيبة، يعني في هذا الإطار ما هي الرسالة التي توجهينها إلى المتابعين والمشاهدين الآن عبر شاشتنا؟ يعني شو بدك تقولي لهم وإلى أي مدى مهم الالتزام بالتعليمات الحالية؟ هو جدا مهم الالتزام بالتعليمات الحالية، وأبي أصر أن لو سمحتوا بس استمعوا إلى التعليمات الصحية الجاية من مصادر رسمية مثل المنظمة الصحية العالمية WHO ويونيسف اللي تابعة للأمم المتحدة، ومعظم الحكومات بالعالم قاعدين ينشرون معلومات من هذه المصادر. لا أنا حطيت يعني تقريبا حطيت وي على مرض الكورونا شوية ألطف من اللي كانوا يعني متخيلين العالم ان الكورونا شيء جدا مخيف وراح يقتل كل الناس اللي يصيبهم. طب يمكن هيدي الحاله اللي انت مررت فيها كانت الى حد ما خفيفه، ولكن بدي اسال بعد التعافي اليوم هل بنتي عم تطلعي من المنزل، هل تتقابلين مع العالم، وهل تتعرضين لنوع من التنمر؟ بمعنى هل الناس بتخاف منك اليوم، بتخاف تقرب عليكي، ولا التعاطي معك بات امر طبيعي؟
صراحة للحين ما أدري لأني ما طلعت من المستشفى، فصار لي 15 يوم، اليوم يوم 15 في مستشفى جابر، والحمد لله سويت مسحة جديدة ما طلعت نيجاتيف سلبية، بس طلعت إكويفيكال، يعني الفيروس قاعد يقل، بس ما أدري للحين إذا في نوع من الستيغما ضد الناس اللي فيهم كورونا. بصراحة نص أصحابي فيهم كورونا فيروس ومعي بالمستشفى أو قاعدين في الحجر خارج الكويت، فهذا شيء قاعد يأثر على تقريبا نص المجتمع، فما أعتقد أنه راح يصير في راح في أي نوع من الرد الفعل السلبي لا ضد الناس. المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمصابة بفيروس كورونا نجيبة حياة، شكرا جزيلا لك. مشكورين.